طبعا هذا خطاب ديجة الملك، خطاب كذلك تاريخي، لأنه أولا ذكرنا بما قام به المغرب على المستوى الدولي من أجل مغربية الصحراء، وكيف اليوم المنتظم الدولي اليوم مع مغربية الصحراء، بحيث أن 85% من الدول الممثلة في الأمم المتحدة يعني لا تعترف أو ليس لها أي علاقة بالكيان الصحراوي وهذا بالبوليزاريو، وهذا موقف مهم جدا يعني، واللي كان جاء عبر عمل دؤوب اللي قام به جلالة الملك ومن ورائه الحكومة وباقي المؤسسات والبرلمان وباقي المؤسسات، سواء في الدبلوماسية الرسمية أو الدبلوماسية يعني الموازية والجمعوية والنيابية. كنظن بأنه هذا العمل كان هذا التشويج. الفكرة الثانية واللي كانت مهمة جدا تتعلق ب يعني أن المسيرة الخضراء هي واحد المناسبة لكي نتذكر بأن هذه المسيرة لم تتوقف 1975، صحيح الذكرى 45، ولكن هي مسيرة مستمرة، مسيرة تنموية مستمرة، مسيرة يعني على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى يعني التنموي. وهنا أكد جلالة الملك بأنه الصحراء ستكون انطلاقة لمسيرة كذلك لانفتاح على إفريقيا، وهنا كذلك وجه جلالة الملك الاستثمارات على المستويات، على عدة مستويات. أولا على المستوى البنية التحتية، وتكلم على أنه كما عندنا يعني عندنا ميناء طنجة المتوسطي، فإذا تكلم عن ميناء الداخلة واللي غيكون بوابة نحو إفريقيا. تكلم كذلك عن السياحة وعن المخطط الأزرق، وكيفاش يجب تحويل الداخلة إلى منطقة سياحية يعني بكل المقومات. تكلم كذلك عن الجوانب الأخرى المتعلقة بالطاقة المتجددة وبتحلية المياه، وأظن بأنه من خلال هذا الخطاب، إذا ضمن الخطابات السابقة اللي تكلم على أكادير واللي تكلم كذلك على العلاقة ما بين الشمال والجنوب وربط أكادير بالعيون عبر سواء السكك أو طرق السيارة، فأظن بأنه هذه المسيرة يعني مستمرة ولن تتوقف في جميع المجالات. وأؤكد مرة أخرى بأنه مغربية الصحراء، سواء الحل السياسي الذي طرحه والحكم من خلال الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب، هو المفتاح ديال أي حل. وجلالة الملك أكد بأنه لا خيار من غير هذا الخيار، أننا ثابتين في المواقف ديالنا، حنا في الصحراء ديالنا وغادي تستمر هذا. وبغيت نأكد في الأخير بأنه البرلمان، وأنا كبرلماني، برلمان بصدد القيام، قام بأعمال من خلال الدبلوماسية الموازية، بأعمال من خلال زيارته ولقاءاته والمؤتمرات والشعاب اللي كنقوم بها بواحد الدور كبير. واليوم كيفكر بأنه غيدير واحد المبادرة بزيارة القنصليات، سواء بزيارة السفارات التي مثلت قنصلياتها يعني بالجنوب خاصة بالعيون والداخلة، وسيقوم كذلك بزيارة هذه القنصليات في القريب العاجل بعدما ينسق فيما بينه بجميع فروقه ومؤسستي، حتى تكون هذه الزيارة دافعة للدول الأخرى لكي تفتح قنصلياتها يعني بالأقاليم الجنوبية. شكرا.